مرحبا، أنا سهير القيسي، مقدمة أخبار وبرامج رئيسية وشريك شهير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في العراق. يسعدني ويشرفني أن أكون جزءا من قمة المعرفة 2019 في دبي، حيث سأقوم بإدارة جلسة عن مكافحة الجوع في العالم، وسأناقش مع ضيوف الكرام كيف يمكن أن نستخدم المعرفة، التكنولوجيا والوعي في جسر الهوة بين الأغنياء والفقراء. لذلك أنا أنتظركم هناك في 19 و20 من نوفمبر، فمرحبا بكم.